وصلت أنا ومجموعة معي إلى مسجد وقت صلاة المغرب لأداء الصلاة، فوجدنا المسجد قد امتلأ بالمصلين، وخوفا منا على فوات صلاة المغرب صلينا على الرصيف المجاور للمسجد موازين للإمام، فصلينا مع الجماعة بواسطة السماع من مكبر الصوت، ولكننا لم نرى الصفوف. وبعد انتهاء الصلاة قيل لنا لا تصح صلاة من لا يرى الإمام أو الصفوف، وإذا كان يوجد فاصل بيننا وبين المسجد مثلا كشارع صغير أو طريق مقابل لباب المسجد، فهل تصح صلاتنا مع وجود هذا الفاصل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن صلاتكم كما وصفت لما وجدتم المسجد مزدحما ولم تجدوا فيه مكانا وصليتم خارجه على الرصيف بجوار المسجد وأنتم تسمعون الإمام، الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة إذا كنتم لم تتقدموا على الإمام في موقفكم. وأما إذا كان بين المصلي وبين المسجد طريق كما وصفت في آخر سؤالك، فإن الاقتداء بالإمام لا يصح في مثل هذه الحالة. إذا كان بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي معه الناس والسيارات فرق معه الناس حال الصلاة، فإن الصلاة لا تصح في هذه الحالة. أما لو كان الطريق قد اتصلت فيه الصفوف إلى مكانكم وصار كل المكان يصلى فيه، صلاة صحيحة في هذه الحالة. لكن إذا كان الطريق يمشي معه الناس ولم يكن فيه صفوف متصلة، الصلاة في مثل هذه الحالة لا تصح لانقطاعكم عن الإمام والفصل بينكم وبينه بالمارة، الله أعلم. نعم. ومثل هذا كما قال الفقهاء، إذا كان بين المصلي وبين المسجد نهر أو نهر تمشي فيه السفن وما أشبه ذلك. نعم. لكن تفضلتم بالقول بأنهم إذا وصلت الصفوف بهذا الطريق، كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن الصلاة في قارعة الطريق؟ أو أن هذا للضرورة يعني؟ للضرورة. نعم. هذا للضرورة، إذا كان المسجد قد امتلأ وصلى الناس خارجه واتصلت الصفوف، الصلاة صحيحة ولو كان مكانهم طريقا في الأصل أو سوقا يمشي فيه الناس. لأجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الحالة، لا سيما في أيام الجمعة، الأيام التي يزدحم فيها الناس، لا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة والضرورة. لو كان هناك مسجد قريب وبالإمكان إدراك صلاة الجماعة أو الجمعة مع في هذا المسجد، يلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق؟ إذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب، فالأولى أن يذهبوا إلى ذلك المسجد ويبتعدوا عن الحرج وعن الخلاف، يخرجوا من الخلاف. بارك الله فيكم.